يا هلا والله، أنا ساشا ورجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد وقصة جديدة. قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ. تقول صاحبة القصة: بعد مرور 15 سنة من الزواج والصبر والثبات على مرض زوجي إلى أن شافاه الله وعافاه، مريت باختبارات صعبة من أم زوجي اللي كانت تحملني فوق طاقتي، وكنت أصبر عشان أكون نعمة الزوجة لرجال حبيته. كان كل يقين بأن الله سبحانه وتعالى رح يشفيه، وهو بدوره يقول لي أنت تعيشي بالأمنيات. كنت أقول أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وشاء الله وقدر الله له الشفاء. ومرة فرحت له، وكنت أرتب في داخلي كيف أطلب منه طلباتي لما يطلب مني نسافر لقضاء شهر العسل. أنا ما فرحت زي باقي البنات، زوجي مرض، صار له حادث يوم عرسنا، كنت أنتظر لهفته علي، وكنت أقول أنا ما زلت عروس، نسيت إني أطالع نفسي بالمراية، لا، ما لاحظت إني تقدمت بالعمر، أنا اهتميت فيه وبصحته ونسيت الاهتمام بنفسي، كبرت من الهم والتعب، بانت علي التجاعيد في وجهي، ما لاحظت، يا الله العمر قد إيش قليل. المهم بعد ما زوجي شفي بشهرين، وبمعنى أصح بعد ما تعود علي كخادمة له، كان يطلب مني كل شيء بالبيت، كان ما يعطيني وقت أخذ راحة فيه. تخيلوا، والأول مرة منذ 15 سنة تنقال لي كلمة أنت مهملة. انصدمت وبكيت إلين الوجع. كنت أنام الساعة 11 إلى منتصف الليل، كنت أنام الساعة 2 الفجر وأصحى الصباح الساعة 7 بدون مبالغة، ما أرتاح إلا وقت الصلوات. إحنا في بلد ريفي، وكثير منكم يعرفون نظام البيوت الريفية. ما رح أطول عليكم، بدأ زوجي يشوفني كعجوز وما يرغب فيني، إلين جاء يوم قدام كل أهله قال لي أنا رح أتزوج بوحدة تانية عشان أعوض سنين عمري اللي قضيتها بالمرض. تعرفون إحساس الذل والقهر والوجع؟ أحبس الدموع عشان ما أبكي، بس كبريائي انهار. كنت أحس إن روحي تسحب مني. مر أسبوع كامل، وبعد استخارة طلبت الطلاق، متنازلة عن كل شيء بما فيها جهازي اللي في بيته، حتى ملابسي تركتها لأخواته اللي كانوا ينهشون لحمي. خرجت من بيتي مع أخوي أبكي بحرقة، كانوا الجيران يبكون لبكائي، كانوا يهينون زوجي ويسبونه بأبشع الكلمات بسبب اللي سواه فيني. جاء إمام المسجد من الجيران وقال لي ما ظنك برب العالمين؟ قلت نعم، إن الله سيجيرني ولو بعد حين. قال والله ستجبرين قريبا بإذن الله. رجعت لبيت أخوي، وأخوي لقي لي وظيفة، والحمد لله بديت أستعيد شبابي من جديد، بديت أحس إن لي الحق في هذه الحياة. ومرت مدة من الوقت، أو نقول مرت سنتين، جاء زميل لي بالعمل عشان يخطبني، ما سبق له الزواج من قبل رغم إنه عمره كان 40 سنة. تعجبت كثير، جلست معاه في بيت أخوي عشان الشوفة الشرعية. قال لي بكل وضوح وصراحة وانكسار إنه ما أتزوج لأنه عنده مشكلة بالإنجاب، بس هو يبي يتزوج من إنسانة على خلق ودين. قال لي علميني بردك، وأيا كان هذا الرد أتمنى إنك ما تعلمين أحد بموضوع الإنجاب. وقام عشان يخرج، ما لقيت نفسي إلا أقول له أنا موافقة، والله ما أعرف ليش قلت له كده، خرجت مني هذه الجملة بدون تفكير، لعلها إرادة الله سبحانه وتعالى. لو كنتم معايا لو تشوفون الفرحة في عيونه، والله ما شفتها من قبل، حتى إني بكيت من بكائه. مر شهر ونحن مخطوبين، وجاء وقت الزواج، أصر إنه يسوي لي فرح، وافقت وكأني لأول مرة أتزوج، وتم الزواج الحمد لله، وكان فرح إسلامي. وبعد الزواج بشهر يفاجئني بعمره، كانت هذه أمنية حياتي. رحنا البيت الله سبحانه وتعالى ودعينا هناك، وبكل حب دعينا إنه الله يرزقنا الذرية الصالحة. بكى زوجي كثير، وكنت أحضنه وأقول له أنت عوض الله لي، والله ما رح يرد دعاءنا. رجعنا من العمرة كأننا ولدنا من جديد، والله يا أخواتي كأني تبدلت، حتى شكلي تغير، صرت جميلة بشكل عجيب، حتى إنه زوجي بدأ يغار، قلت له أنا رح أتنقب، فرح مرة، وأنا بعقلي أقول يا رب أي كرم هذا، زوج جميل يسر القلب ونقاب يزيد الستر وحياء في طاعتك، اللهم أدمها من نعمة. بعد 6 شهور من رجوعنا من العمرة تعبت، رحنا للدكتورة فبشرتنا بإني حامل في شهرين. زوجي سجد قدام الدكتورة ويبكي ويصرخ ويقول ما أكرمك يا رب العالمين،
وتهدي الدكتورة وتسألني عن قصتنا، فحكيت لها القصة. فتقول الدكتورة: والله مرة فرحت لكم أكثر من نفسي، الله يبارك لكم في حياتكم ويرزقكم طفل سليم معافى. ومع تقدم الحمل تبشرنا الدكتورة بإني حامل في توأم، من جد استحينا من كرم رب العالمين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. شوفوني يا أخواني، عوض الله سبحانه وتعالى لي ولزوجي، يعني سبحان الله أي شيء يصير في حياتكم خيرة. خيرة إنه زوجي اتشافى وراح قرر إنه يتزوج علي، خيرة إني طلبت الانفصال وتطلقت، وخيرة إني طلعت الجملة بإني موافقة إني أتزوج رجال ما كان ينجب. سبحان الله، هذا كله ربي مسخر لي عشان إيه؟ نروح العمرة وندعي وإنه الله يرزقنا بتوأم. فلا تقنطوا من رحمة الله، أي شيء في حياتكم خير. ولا تنسوا دائما الدعاء يغير القدر، ادعوا ادعوا رب العالمين بكل شيء تبغوه، في كل صلواتكم، في السجود، في كل ركعة تسجدونها، في الوتر، في الضحى. وبس انتهت قصتنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا حاجة. إذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الانستغرام.